عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ الناظر في هذا الحديث يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد متابعة هذه الأمة لمن سبقها بمؤكدات لفظية ومعنوية. ننظر، قال: لتتبعن، هنا مؤكدات لفظية نص عليها أهل البلاغة، ما هي؟ القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة. ثم قال مؤكدا من حيث المعنى، قال: حذو القذة بالقذة، والقذة كما قلنا ريشة السهم، تكون متناسبة من حيث الطول ومن حيث القرب حتى تكون الإصابة به ماذا؟ صائبة. ويؤيد ذلك ما جاء في الرواية الأخرى: ذراعا بذراع وشبرا بشبر. مؤكد آخر: بلغ في المبالغة مبلغه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.